الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC، مركز الإنتاج الإعلامي MPC، وفريق المسرح والسينما TCS يقدمان المسلسل الإذاعي بوابة 5 Gate 5. طب أنا لسه ورايا حاجات برضو أخلصها، مش هينفع أخد حاجة جديدة. بجد يعني مش هتاخد منك وقت؟ طب أعمل إيه؟ طيب النور قطع. إزاي يعني مش هتاخد وقت؟ كل حاجة بتاخد وقت. طب ما تشوفي بسمة. ما كلمتها والله مش بترد. طيب ابعتيلي الحاجة. بعتها لك خلاص على الميل. شكرا قوي يا أروى بجد. باي باي. أروى مش هتنامي؟ ايه ده، انت ما كلتيش حاجة من الأكل ليه؟ نعم يا ماما مش مركزة معلش والله. بتقولي ايه؟ لا انت كده مخك هيهنك، لازم تنامي ساعتين على الأقل وكلي حاجة عشان وشك المسفر ده. مش هينفع والله يا ماما، الحاجة لازم تخلص النهاردة. انت ليه محسساني انك شغالة لوحدك؟ برضو كلي حاجة وحاولي تخلصي بدري وتنامي. انا داخلة نام بقى، عايزة حاجة؟ لا يا ماما، تصبحي على خير. نامي. ها كده كتير، كده كتير قوي يا رب. لا 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 خلاص يا أروى، امسحي دموعك وجمدي كده، ورانا شغل كتير نخلصه، مفيش وقت للانهيار ده خالص. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة. هتعزمني على نكتة جديدة والحساب عليا. ماشي يا سيدي. بتكلم بجد؟ يلا دلوقتي نخرج نروح اي كافيه او رستوراه قريب. انت اكيد بتهزر صح؟ في ليكشر حضرتك كمان 5 دقايق. سو محتاجين نحضرها؟ ايه ليه حرف النون ده؟ اتكلمي عن نفسك، انا بصدع من الليكشر دي. وكده كده التي اي كويس وهيلم الدنيا، فتمام براحتك برضو، بس صدقيني مش هيفوتك كتير، مش هيفوتك حاجة اصلا. ايه بتفكري في ايه؟ مش محتاجة كل التفكير ده، يلا بينا. بايه؟ ايه وجع الدماغ ده؟ انا غلطان بلوك وانا ناقص. يا طروق، هو انت كل حد هيزعلك هتعمل له بلوك؟ هو انا كده، ما بحبش اللت والعجن كتير، واكره جدا وجع الدماغ. لا ده احنا ورقه وقلم بقى ونكتب. طب وليه ورقه وقلم؟ تعالى كده انا هعلمك عملي، واحنا كده كده لسه هناخد نظري قدام. ايه الالغاز دي يا عم؟ عارف الجونه؟ طبعا عارفها، مين ما يعرفهاش. هناك بقى مفيش وجع دماغ خالص، بتريح نفسك وتتبسط على الاخر. لو عايز ممكن تيجي معانا، احنا جروب كده طالعين الجمعه الجايه. معانا ولا ايه يا كيمو؟ معاكم. لا توتر مش عايز، انا مش خاطفك يعني، احنا خارجين بناكل اكله جميله كده وراجعين تاني. انا بجد مش عارفه انا ليه طوعتك. ايه الاوفر ده؟ انت عمرك ما زوغت من المدرسه ولا ايه؟ شكلك كده. لا ما بزوغش انا. واضح يا بنتي مش محتاجه تقولي والله. هو انت الصف ده في دمك يعني؟ مش كفايه زياد كمان انا؟ اسف على زياد ماشي، لكن انت لا ما اقدرش. حرام عليك والله، هو طيب قوي اصلا. طيب قوي واصلا؟ ده انت اللي طيبه، الاشكال دي انا عارفها كويس، بيعمل مسكين ويلزق للناس الشاطره علشان في الاخر يغش منهم. ايه ده ليه بتقول كده؟ لا مش حاسه. يا بنتي بقى ما هو لازم تبقوا اصحاب علشان ترضي تغششيه، يعني مثلا انا لو طلبت منك اجابه سؤال بسيط جدا في الامتحان كمساعده مش هترضي؟ اكيد لا، هتبقى عايزه تساعديني. ليه؟ علشان احنا اصحاب، فاهمه؟ طب كل يلا بسرعه عشان مش فاضل كتير على التوتوريال. خارج مع جدتي؟ انا غلطان مش هخرجك وافسحك تاني. لا والله عارف، رغم اني متوتره شويه كده بس مبسوطه قوي، مش عارفه ليه. مش عارفه ليه؟ اصل الاكل هنا تحفه. كولي كولي. خلاص انا لازم اواجه جميله وفرح واقول لهم على كل اللي بيضايقني، انا مش هسكت عن حقي تاني. ملك مالك سرحانه كده ليه؟ عامله ايه جميله؟ فرح ايه الاخبار؟ كله تمام. هو انت كويسه؟ الحقيقه في موضوع مهم لازم نتكلم فيه، مش حاسين انكم مقصرين في حاجه كده؟ مقصرين ازاي يعني؟ هو انتوا عملتوا جروب من غيري قصدا؟ انا نسيت احطك في الجروب عادي من غير قصد. يعني اصلك مره ما قلتيش ان انا كنت جزء من البروجكت، ما اديتنيش اي كريدت، ودلوقتي مش في الجروب.
لو كنت مش بشتغل او حاجه زي كده كنت فهمت، بس انتوا اللي اخترتوا تشتغلوا معايا، ده دليل ان المشكله مش من عندنا. موضوع البروجكت ده انا مش شايفه فيه اي مشكله، انا وفرح اللي عملنا معظم الشغل، وانتي عملتي حاجات بسيطه يعني لا تذكر، ففين المشكله ولا ايه يا فرح؟ كلامك مظبوط. انتي يا جميله بتعامليني وكانك مش صاحبتي، وفرح ببعت لها وبترد عليا كل يومين. الحقيقه انا مش عاجبني المعامله دي خالص، لا منك ولا منها، فانا عايزه افهم ايه موقفنا. احنا عادي على فكره، انتي اللي مكبره الموضوع والله، خليكي عادي كده وبلاش مبالغه. انا قلت لك يا ملك انا مش بقعد على الموبايل كتير، وانتي عايزاني ارد عليكي حالا، انا اكيد مش هعمل كده، فالعيب فيكي مش فينا. خلاص ما دام انتوا شايفين كده انا همشي دلوقتي عشان ما نخسرش بعض. اللي يريحك يا حبيبتي. مزعل الناس منك ليه يا طروق؟ الله، هو احنا الحين هنشتكي؟ بس مش كده يعني، مش بلوك على طول كده، كبر، لكن كده كتير قوي الصراحه. بقول لك ايه، اطلع انت منها احسن لك، انا قفلت الصفحه دي خلاص. يبقى كده في حاجه جديده؟ ها ايه؟ لا يعني ما فيش. لا في حاجه جديده، في حاجه جديده، في حاجه جديده. بوابه 5، انتاج مركز الانتاج الاعلامي جي يو سي ام بي سي وفرقه المسرح والسينما تي سي اس، ولقاء يومي في المسلسل الإذاعي Gate 5.